صوابت شرق غزة من جمعة غزة إلى حيفا 1/6. أصيبت فرع الكتف والرقبة، وأنا رحت غادي سلمي، يعني ما رحناش ولا نطبش ولا نزعق ولا إشي، رحنا نتفرج. أنا لقيت وضع معايا شل الرباعي وبتنفس صناعي، بقدرش اتنفس طبيعي، يعني بدي جهاز انا على البطارية اقدر اشم الهواء على قلية. كان بده يروح يومها، ناديت عليه شرد مني، نادى عليه ابوه شرد منه ما استوعبش، هيك قلبي اخذني شوية وحسيت يعني انه حيصير في حاجة. ما بعد ساعتين تقريبا اجا خبر على البيت انه هو اكل الهواية برقبته. انا اخر وحدة طبعا عرفت، خافوا من وضعي انه يسوء او يصير لي حاجة. ابني انفه انا بحك له اياه، يعني بصعب علي اني انا اسيبه ثانية مشان بجيب شفايفه وبصير بده يحك انفه فيها، ما بقدرش، ودانه بياكلوه بتضايق وبنخنق، تعالي حكي لي. وانا اللي بدي اياه انه ابني يسافر على دولة يكون عندها الطب متطور عن بلدنا، لانه احنا بلدنا محاصر، بلدنا غلبان يعني على قد حاله. بطالب بكل القلوب الطيبة انها تشفيني. الله يعني وتاخدني تعالجها عندي مرة عشان ارجع العب كورة وارجع اتحسن زي اول، وبس زي البداية اني ارجع زي اول واحسن، ما اضليش هيك، بقدرش ولا احرك ايدي ولا رجلي، وما اقدرش اخذ نفس طبيعي. بس هيك عشان امك ياكل، خلص خذها بس هيك. طب بس هيك انا بدك